مولود السرطان، وأخيراً رح تنتهي من كل هالمماطلة المالية وكل هالأخطاء بالحسابات المالية. رح توصل لك يا أيها السرطان بهالأسبوع المبارك الممتد ما بين 18/3 و24/3 وثائق مهمة رح تساعدك تفك كل هالبلوك الموجود على أمورك المالية. سوف يتذوق مولود السرطان معنى الفرح هذا الأسبوع. رح توصل لك أخبار سارة وتفتح لك أبواب كانت مغلقة، أما أفكارك رح تنتعش ورح يكون عندك إمكانية لإدارة أزمات قانونية قضائية وحتى مالية هالأسبوع. رح تنشط بالتنقلات وبالاتصالات بمنتصف هذا الأسبوع. لقاءاتك رح تكون مثمرة ومعارفك رح تكون غنية وجديدة، موارد مالية جديدة، فرص عمل، ترقيات، البعض ممكن يشتري بيت أو يشتري سيارة أو يبيع بيت أو سيارة، أمور عائلية جدا مهمة رح تاخد من وقتكم ومن طاقتكم بنهاية هذا الأسبوع، وممكن تنشغلوا بقصة إرث أو قصة طلاق أو قصة عقار.